زبيرتونيوم has a very very important structure that includes the abdominal organs. هو double walled membrane. وظيفته الأساسية covering, enclosing, sheathing للأبدومينال فيسرا. وفي نفس الوقت بيعمل lining للأبدومينال وول. إذن هو double walled membrane. له طبقة خارجية ناحية بره يسموها برايتال بيريتونيوم، وطبقة داخلية ناحية جوه اسمها فيسرال بيريتونيوم. البرايتال بيريتونيوم هي اللي بتعمل lining للأبدومينال وول، أما الفيسرال بيريتونيوم فبتعمل كفرنج للأبدومينال فيسرا، والسبيس اللي بينهم اسمه بيريتونيال سبيس. على هذا الأساس أنا عندي تو بيج سبيسز في الأبدومين. عندي الأبدومينال كافيتي، ده فيري بيج سبيس، هو الكافيتي الموجود بين الأنتيريور والبوستيريور أبدومينال وولز. أما البيريتونيال كافيتي فهو السبيس اللي بيقع بتوين ذا بارايتال اند فيسرال بيريتونيوم. فعلى هذا الاساس ممكن نقول ان البيريتونيال كافيتي هو جزء من الابدومينال كافيتي. طيب انا عشان اتكلم عن البيريتونيوم ونقدر نفهمه كويس لازم نضرب مثل تشبيهي. شوفوا، بصوا لي كويس واسمعوا انا هقول ايه. انا بشبه البيروتونيوم ده بدكان او كشك لاحد البائعة الصغار اللي منتشرين في الاحياء الشعبية او الاحياء الكثيفة السكان في معظم مدن العالم، زي مثلا في طنطا، في منطقة شارع الخان، أو في الشارع المؤدي للعيادة الشاملة. بنجد البائع الجائلين لهم أكشاك صغيرة على الرصيف بيعرضوا فيها البضاعة بتاعتهم. زي مثل تاني موجود في القاهرة في خان الخليلي أو في الأحياء الشعبية في الموسكي، أو موجود في طبرق في وسط البلد في حي المنارة، موجود في بنغازي في سوق الحوت أو سوق البدرية، موجود في المدينة هنا حوالين الحرم أو في شارع قبة. الباعة دول عندهم دكاكين صغيرة. لو نشوف البناء الهيكلي لهذه الدكاكين نجده كالتالي: دكان صغير يعني مساحته متر في متر، والبائع عنده بضاعة كتيرة لو حطها بداخله كله هتزدحم ومش هيقدر يعرضها بصورة كويسة، فبيفكر علشان يزود مساحة العرض بيشكل مظهر تجاري معروف باسم الفرشة. لازم يفرش فرشته بداخل الدكان وحوالين الدكان. الفرشة بتاعته ديت بتكون عبارة عن حوائط او ملايات ويحطها على صناديق ويبتدي يعرض البضاعة بتاعته على حسب اهميتها. البضاعة السمينة يخليها في ركن جانبي لوحده بداخل الدكان ويعلقها ويثبتها بصورة جيدة، يا اما بستاند او على مسمار او على علقة متثبتة كويس. البضاعة الاقل اهمية بيربطها بفتلة ويثبتها على جدار الدكان، والبضاعة الأقل يكفي إن بيحطها على الفرشة بتاعته في الخارج مع تثبيت بسيط. هو ده البيروتونيوم بتاعنا. البيروتونيوم هو الفرشة اللي هنعرض عليها بضاعة الأبدومينال كافيتي. الأبدومينال كافيتي فيه بضاعة كتيرة مهمة، في فيسرا وفي أورجانز وفي بلود فيزلز. هذه البضاعة لو حطيتها وكومتها على بعضها مش هتبان ولا تظهر، فلابد ان كل عضو على حسب اهميته يتم وضعه في المكان اللائق به ويتثبت في مكانه بتثبيتة كويسة. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده، يوضع في مكان جيد ويتثبت تثبيت جيد.
وفي نفس الوقت نظهره بصورة جيدة، نغلفه نغطيه. هو ده دور البروتونيوم مع الابدومينال الفيسرا. فالبروتونيوم هذا الدبل وولد ميمبرين اللي بيبطن الابدومينال وول ويغلف الفيسرا ويثبت الفيسرا ويحميها، له مظاهر وله اشكال. كانت اشكاله هي فراغات، فراغات تحتوي على الاورجانز، فولز، فولز يعني توقات، يعني بروزات بالعربي كده، مشابك، مشابك بتثبت الابدومن، بتثبت الابدومينال اورجانز، او جيوب يعني ريسيسز او باوتشز او بوكيتس، جيوب نحط فيها الامبورتانت فيزلز على سبيل المثال، او فولز خاصه بالامبلايكاس يسموها بريتونيال فولز ريليتد تو ذا امبلايكاس. طيب لو خدنا امثله لكل مظهر من مظاهر البروتونيوم، فناخد امثله السبيسز. السبيسز في البروتونيوم هذه الاشكال التشريحيه بتجدها يعني في صوره يا اما بيج سبيسز زي الجريتر ساك والليسر ساك، او سمول سبيسز فراغات اصغر شويه، منها ما هو تحت الليفر يسموه سفرينج سبيسز، ومنها ما هو حول او على جوانب الكولون يسموها باراكوليك جاترز. طيب الشكل التشريحي الثاني من مظاهر تواجد البروتونيوم في الابدومين كان اسمه بروتونيال فولز. البروتونيال فولز هي دبل وولد بروجكشنز، يعني بروزات مكونه من طبقتين اللي بنقول عليها المشابك. اي مشبك لما نيجي نشوفه هيكون من شريحتين يمسكهم سوسته، بالظبط كده هو المشابك البروتونيوم اللي هتثبت الابدومينال اورجانز اسمها بروتونيال فولز، والبروتونيال فولز هتثبت الاورجانز. مين الاورجانز اللي محتاجه تثبيت؟ لو كان الاورجان ده ستومك هيسموه اومنتم وجمعاه اومنتا، لو كان الاورجانز اللي عايزه تثبت هي انتستين سواء كانت سمول او لارج انتستين فيسموه فولد، في هذه الحاله يسموه ميزنتري. اما اذا كانت الاورجانز اللي محتاجه تثبيت هي اورجانز سوليد او قويه محتاجه مشبك قوي، فهنجد المشبك القوي في هذه الحاله يسموه ليجامنتس او الاربطه. طب الجيوب، الجيوب البريتونيه اللي المظهر الثالث من مظاهر التشريحيه للبروتونيوم اللي بيسموه بروتونيال ريسيسز، منها ما هو ريليتد للديودينم فيسموه ديودينال ريسيسز، او للسيكم سيكال ريسيسز، او للكولون سيجمويد كولون يسموه سيجمويد ريسيسز، واخيرا المظهر التشريحي الاخير للبروتونيوم هو الفولز اللي ريليتد للامبلايكاس. امبلايكاس ناقصيو هنا. الفولز اللي ريليتد للامبلايكاس دي عددهم خمسة، واحدة في النص يسموها ميديان امبلايكال ليجمنت، واتنين على جانبيها هي الميديال امبلايكال ليجمنت، واتنين بره خالص هما اللاترال امبلايكال ليجمنت. دي كانت التقسيمة العامة للمظاهر التشريحية للبروتونيوم. هنبتدي دلوقتي ناخدهم واحد واحد نتكلم عليه، يعني نوصفه تشريحيا.